لدينا رسالة. نعم، وهذا الخطاب لك يا صغيري، إنه يحمل اسمك. قد كان هذا هو أول خطاب للباندا الصغير. كان متحمساً للغاية، لكن وسط دهشته لم يلاحظ الذئب الصغير المشاكس وهو يستمع إليهما. يا ترى ما المكتوب في تلك الرسالة؟ الجميع يتلقى الرسائل إلا أنا. رائع، إنه خطاب دعوة، حذر من قادم. الدب بائع البالونات؟ لا. الببغاء المهرج؟ لا، زرافة الآيس كريم. مرحى مرحى مرحى، وهو. إذن زرافة الآيس كريم، ستعرفون جميعا معنى ألا أكون مدعوا. وعندما طلعت الشمس بشكل مباشر، اجتمعت الحيوانات الصغيرة التي تريد أكل الآيس كريم حول أشجار البامبو، وكانوا بانتظار زرافة الآيس كريم، لكن لم يأتي أحد. سئمت الانتظار، متى سيأتي زرافة الآيس كريم؟ حسناً، كتب أن هذا مكان لقاء، أليس كذلك؟ نعم، نعم، نحن ننتظر في المكان المناسب، هنا. وبعد مدة، جاء زرافة الآيس كريم نحو الحيوانات حزيناً، بدون أي عربة آيس كريم ما. آسف لأنكم انتظرتم يا أصدقاء، ولكن ضاعت مني عربة الآيس كريم. هذا الصباح وضعت نكهات الفراولة والكاكاو والفانيلا في عربتي وأخذت طريقي. أردت أن أستريح تحت شجرة تفاح حين كنت أمشي قرب النهر. في ذاك الحين أكلت التفاح الأحمر اللذيذ من على الشجرة. كنت على وشك الانطلاق مجددا، وخمنوا ماذا رأيت؟ لقد اختفت عربة الآيس كريم. نظرت وبحثت في كل مكان، ولكن لا لا. لا تحزن يا زرافة الآيس كريم، سنساعدك. سنساعدك لإيجاد عربة الآيس كريم. حقا؟ ذهبوا جميعا نحو شجرة التفاح لإيجاد عربة الآيس كريم. بهذه اللحظة كان الذئب المشاكس الذي اختطف العربة يأكل بداخل مخبئه جميع الآيس كريم بشهية. يم يم يم. هذا كله لي، لا أحد غيري سيتناول الآيس كريم. الباندا الصغير الذي كان يلاحق العربة أرى أصدقاءه آثار الإطارات بواسطة عدسة مكبرة. هذه آثار عربة الآيس كريم من هنا، هيا. لكن اختفت العلامات عندما وصلوا إلى أعشاب طويلة. ما الذي سنفعله الآن؟ يا أصدقاء، هناك رائحة، هل تشعرون بها؟ وكأن الفراولة. نعم، هذه رائحة فراولة. رأى الباندا وأصدقاؤه بعض الفراولة ملطخة جذع الشجرة. أعتقد أننا نسير على طريق صحيح، هيا بنا من هنا. وبعد مدة تبع الجميع بنجاح رائحة الفراولة، لكن عندما وصلوا ناحية المستنقع اختفت رائحة الفراولة وحلت رائحة الطين محلها. حسناً، لقد بذلنا جهداً كبيراً، لكني لا أرى أي عربة آيس كريم. أوهو، إنها ليست عربة آيس كريم، ولكن الآثار على الطين تستمر هنا. نعم، كما أنها الآن ليست فقط آثار عجلات، بل هي أيضاً آثار أقدام.
أدرك الباندا الصغير وأصدقاؤه فوراً أن آثار الطين التي وجدوها تنتمي إلى الذئب، لذا باتباعها وصلوا إلى مخبأ الذئب. أخبرهم الثعلب أن عليهم الدخول والحصول على عربة الآيس كريم. ولكن أنا أخاف كثيراً. لا 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 أستطيع. أنا خائف أيضاً، لا أستطيع. ها؟ أنا أستطيع. استجمع الباندا قوته وذهب باتجاه مخبأ الذئب. أدرك الذئب المشاكس قدوم أحدهم، صرخ بأعلى صوته محاولاً إخافته. من هناك؟ لا تقترب، لقد وضعت فخاً، إن اقتربت سوف آكلك. عرف الباندا من صوت الذئب أنه مريض جداً، لذا تقدم غير خائف نحوه ورأى أن كل الآيس كريم تم أكله. أوه، أنت مريض جداً يا ذئب. أنا لست مريضاً، كل الآيس كريم كان لي. حسناً. أقنع الباندا الذئب بصعوبة أن يخرج معه. تفاجأت الزرافة والحيوانات عند رؤيتهم للذئب مريضاً للغاية. أجلسوه بجانب صخرة ليتدفأ بالشمس. أعطاه أحدهم شاي الفواكه الساخن، أعطاه شربة البامبو الصحية، وآخر أعطاه وشاحاً ليدفئه. إن لم تقم بسرقة عربة الآيس كريم، كنا سنتشارك الآيس كريم ونقضي وقتاً ممتعاً أيها الذئب الشقي. نعم، ولم تكن لتمرض أو تبرد في هذا اليوم الصيفي الرائع. ولكن لم تكونوا لتشاركوا معي الآيس كريم، فأنتم لم ترسلوا لي رسالة دعوة. عندما أخبرهم الذئب أنه لم يستقبل خطاباً، أشار التمساح نحو أغصان الشجرة. أعتقد أن رسالتك قد علقت في أغصان الشجرة هناك، ولذلك لم ترها. أوه، هنا اللقلق ساعي البريد، دائما ما يسلم الرسائل لأصحابها. انظر، اسمك حتى مكتوب عليها. ومنذ هذا اليوم أصبح الذئب أكثر حذرا ويعامل أصدقاءه الطيبين بلطف، لأنه لم ينسى أن أهم شيء في حياة الغابة هو التضامن والصداقة. في قديم الزمان، في غابة بعيدة، كان هناك ضفدع يدعى تادلك. يحب اللعب في الجو المشمس ويقابل أصدقاءه عند البحيرة ليقفزوا سوياً على أزهار اللوتس. بررك. ثمانية، تسعة، وعشرة. لقد فزت. وصلت إلى العشرة. لقد فزت. أحسنت يا تيدلك، لقد فعلتها مجدداً. لقد جعلتهم لعبة القفز هذه متعبين جداً وعطشة. هيا لنشرب بعض الماء. كراك. تقابل الضفادع الثلاثة على ورقة شجر ضخمة وبدأوا بشرب الماء. كان تادلك يشرب بسرعة ونهم، وحذره الضفدعان الآخران. تادلك، مهلا من فضلك، سوف ينتفخ بطنك. ولكنني عطش جدا، أريد حتى أن أشرب أكثر. أعتقد علينا إيقافه. كراك. بعد مدة انتفخت معدة تادلك بالماء وتوقف فجأة
لأنه لم يعد هناك في البحيرة ولا حتى قطرة ماء ليشربها. ها؟ كان هناك الكثير من الماء هنا الآن، أين ذهب؟ برك برك. ذلك لأنك شربتها كلها تدلك كروك. ماذا؟ برك. حسناً، لكنني لا أشعر بأنني شربت ماءً أبداً. برك. كيف يمكن أن تريد شرب المزيد؟ برك. أين يمكن أن أجد المزيد من الماء في هذه الغابة؟ قل لي بسرعة. برك. 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 هناك جدول خلف هذه الأشجار الضخمة. لماذا قلت هذا؟ ماذا لو جفف الجدول الآن؟ قفز تادالك ببطنه المنتفخة بعيداً عن أصدقائه. كان الضفدعان ينظران إليه بدهشة، وذهبا فوراً لإخبار فرس النهر الضخم. في هذه اللحظة كان فرس النهر مستلقياً تحت شجرة، وكان مساعده الثعلب يحرسه. مرحباً يا ثعلب، نريد أن نتحدث إلى فرس النهر بأمر ضروري. إنه نائم بعمق الآن. عليك أن توقظه، نحتاجه لأمر مهم. ما الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية من نومه أيها الضفدعان؟ أسرع أيها الثعلب، برك، وإلا لن يتبقى لدينا قطرة ماء للشرب أو الاغتسال. عندما رأى الثعلب خوف الضفدعان وحاجتهما، أيقظ فرس النهر مباشرة. فتح فرس النهر عينيه ببطء، أخبراه الضفدعان بكل ما حدث، ثم قفز على رأسه وذهب للبحث عن تادالك. إذا نفذ الماء من عندنا ستكون كارثة لكافة حيوانات الغابة. في هذه اللحظة وصل تادالك إلى الجدول. ها هو الماء، رائع. برك. رأى الأرنب تادالك يشرب الماء من الجدول، وذهب لحافته ليشرب هو الآخر، لكن تادالك حذره. أيها الأرنب، كل هذا الماء لي، اذهب واشرب ماء من مكان آخر. لكن ليس هناك ماء غير هنا، حتى البحيرات قد جفت. شرب الضفدع كل الماء في الجدول دون أن يستمع لكلام الأرنب، والآن انتفخت بطنه أكثر من السابق. أين يمكنني أن أجد المزيد من الماء هنا؟ جحظت عين الأرنب دهشة. لقد شربت ماء الجدول قبل حتى أن آخذ رشفة، والآن تريد المزيد؟ برك. نعم، برك. شربت البحيرة وجففت الجدول، سأشرب كل الماء. برك برك برك. واستمر تادالك في البحث عن الماء في الغابة وبطنه منتفخة أكثر، وكلما رأى بركة صغيرة شرب منها حتى تنتهي. اندهش سكان الغابة كثيرا عندما لم يجدوا ماء لا في البحيرة ولا في الجدول، وحتى البومة لم تجد، ولا حتى الغزال. وصل فرس النهر والضفدعان للجدول ورأوا الأرنب الحزين. هل رأيت ضفدعا يطمع بالماء هنا يا أرنب؟ نعم، ذهب من هذا الاتجاه، لقد قام بشرب كل الماء. انطلق فرس النهر بكل عزيمته وتبع خطى تادالك وجميع الحيوانات من ورائه. كان تادالك على وشك شرب آخر بركة ماء صغيرة
عندما وجد فرس النهر وحيوانات الغابة العطشة أمامه. توقف يا تيدلك، لقد شربت كل الماء في الغابة ولم تترك لنا ماء للشرب. عليك إعادة ماء البحيرة والجدول. أصدقاؤك الضفادع يقولون الحقيقة يا تيدلك. فرس النهر الضخم مثلي والطائر الصغير الذي تراه يحتاجون الماء أيضا، وحتى النباتات والأشجار والحشرات بحاجة للماء. من فضلك افتح فمك وأعد الماء الذي بمعدتك. وبالرغم من توسل جميع الحيوانات العطشة إليه أن يعيد الماء إليهم، لم يوافق تيدلك على طلبهم. ماذا سنفعل الآن؟ إذا تمكننا من جعله يضحك لن يستطيع تمالك نفسه وسيعيد كل الماء. نعم، فكرة هائلة، إن تيدلك يحب الضحك. وجد الأرنب قبعة وبدأ بإمتاع الضفدع تيدلك. بالرغم من أن الأرنب كان مضحكاً، تمكن تيدلك من إجبار نفسه على عدم الضحك. تصدر الباندا هذه المرة، بدأ بالرقص بطريقة ظريفة وأضحك الجميع، لكنه لم يستطع إضحاك تيدلك. ثم بدأ السنجاب برسم لوحة بسرعة، وانتظره سكان الغابة بلهفة وضحك الجميع عندما رأوا اللوحة التي رسمها، لكن لم يضحك تيدلك. في النهاية تصدر فرس النهر، ليس لإمتاعهم، إنما كان غاضبا. أنا غاضب جدا الآن يا تيدلك. بدأ فرس النهر بالقفز بجسده الضخم وتقليد الضفدع بعصبية، وأضحك جميع حيوانات الغابة، فقد كان ما يفعله مضحكاً جداً. لم يستطع تيدلك المقاومة وبدأ بالضحك معهم على فرس النهر. وبمجرد أن فتح فمه خرج منه الماء في كل الاتجاهات. عادت البحيرة كما كانت، وامتلأ الجدول، وامتلأت البرك الصغيرة مجددا. وباستمراره بالضحك أفرغ معدته وعاد لحجمه اللطيف مرة أخرى. أحسنت يا تيدلك، لن تتركنا نحن حيوانات الغابة عطشة. لم تعد لديك بطن منتفخة تستطيع القفز معنا على زهرة اللوتس. أوه، كان بطني منتفخا جدا، الآن أشعر بارتياح كبير. برك. في المرة القادمة حين تكون عطشا فكر بالآخرين، كل من في هذه الغابة يحتاج الماء كما تحتاجه. مثلاً أحتاج إلى أن أذهب وأستحم الآن. كنتم على حق يا أصدقائي. كان سكان الغابة سعداء بعودة الماء مجدداً، وذلك لأن الماء أهم شيء في الغابة.